اليوم غادي نشارك معكم فيديو جديد، فلوغ جديد، خريجة جديدة. اليوم غادي نمشيو نشوفو لا كورنيش ديال الرباط، عاصمة الأنوار والثقافات. هاد المنظر الرائع اللي في الجنبات ديال لا كوت. خوت، قبل ما نخليكم تشوفوا تفرجوا معايا في الفيديو، اي واحد بغى يتواصل معايا يدخل صندوق الوصف، غادي يلقى ليا الانستغرام ديالي. مرحبا بكم ومرحبا باي واحد، يلا معايا تبعوا الفيديو حتى الاخير. يلا الخوت، نبداو الجوله ديالنا في واد ابو رقراق. كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، الواد كيطل على برج محمد السادس وكيطل على المسرح الكبير، واد بورغريك. كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، كاينين الناس كيجيو كيمارسوا الهوايه ديالهم الصيد. كيف كتشوفوا معايا، وان شاء الله خصني حتى انا نقلب على شي سناره ونجي وندير فيها شي فلوغ ونشاركها معكم ان شاء الله. بالنسبه للواحد الى مده ما جاش للرباط، العاصمه ديال المغرب، غادي يلاحظ الفرق. الرباط تغيرت يعني كامله، لا بالنسبه للبنايه التحتيه ولا بالنسبه للشوارع ديالها ولا حتى المساحه الخضراء، يعني كل شيء تبدل فيها، وبصراحه يعني غاده وكتزيان. بغيت نشارك معكم واحد المعلومه على واد بورغريك. احنا كنا كنعرفوا الواد ولكن ما كنعرفوش منين جا بالضبط. كيجي من جبل متورزكان، اقليم خميسات. الطول ديالو 240 كيلومتر. هذا الواد كامل تيمشي المحيط الاطلسي وكيدوز على جوج المدن، كيف كتشوفوا معايا، مدينه الرباط ومدينه سلا. قلت ضروري منشارك معكم هاد البلاصة هادي وتشوفوها معايا. شوفوا غير هاد الناس هادو فين ساكنين، البلاصة والموقع فين كاينين الدور ديالهم في المدينة القديمة. بصراحة الواحد مني كيفيق في الصباح أولا مني كيطل من الشراجم، علاش كيطل؟ كيطل على واد بورغريك وكيطل على مارينا ديال سلا. بصراحة يعني جاو في واحد البلاصة واعرة بزاف، وقلت ضروري من نشاركها معكم وتشوفوها ونتقاسموها الجميع. بصراحة من يعاودوا الترميم ديال هاد الديور هادي يعني تغيروا بزاف. تكون عامره بزاف في الايام العاديه، كيف كتعرفوا دابا سيدنا رمضان كلشي ساد، وحتى بالليل يعني ما كاين لا حركه لا والو. البلاصه هذه خاويه، ولكن ان شاء الله المره الجايه غادي نشارك معكم في الايام العاديه في الفطور ونتقاسم معكم. خوتي الاعزاز، دابا غادي نديكم واحد البلاصه غتشوفوها زوينه بزاف، بغيت نتقاسم معكم وكتعجبني. غادي نشوفوا قصبه الودايه من برا. هاد البلاصه هذه كتعجبني بزاف، كتحمقني، بغيت نشارك معكم. قبل ما نمشيو نشوفوا هذا الفيديو، خوتي الاعزاء ما تنساوش تخلوا لي التعليق ديالكم كيف جاكم هذا الفيديو. يلا معايا، ضروري من نشارك معكم هذه المعلومه التاريخيه. قصبه الودايه، قصبه الودايه معروفه عالميا، كيجيو لها السياح الاجانب وحتى المغاربه. ان شاء الله عن قريب غادي نخصص واحد الوقيته ونجي ونصور فيها فيديو ونتقاسم معكم الازقه ديالها والبنايات ديالها والهندسه المعماريه ديالها. بصراحه هذه المعلومه هذه خاصنا نفتخروا بها وكتشرف بلادنا. خوتي الاعزاز، نتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، فلوق جديد، خريجه جديده ان شاء الله، ونتقاسموها جميع. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو عن قريب.